السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على القضية تاع يوم الجمعة، اللي غادي تكون جلسة بالفيديو من المحكمة تاع الطاس الدولي لكرة القدم والاتحادية تاعنا. ونقول لك منظرك يا زتشي، ما لافوكا اللي دايرها زوجة تاع رئيس لجنة المنازعات هذيك، ولا معرفتش تايلها لجنة العقوبات، ولا معرفتش تايلها لافوكا اللي دايرها ما تعرفش تهدر. حتى راجلها غادي يهدر في بلاصتها، غادي يهدر هو راجلها غادي يهدر في بلاصتها. ضروك نتايا دايرين محامية، ما هي ما غاديش تدافع، غادي يدافع راجلها. محامية غادي يهدر في بلاصتها راجلها. لي اسما راهم دايرين اكبر محامي في باري، اكبر محامي في باري مقيوم عليهم ب 150 مليون، مقيوم عليهم ب 150 مليون. وانتوما دايرين محاميه هنايا يا زتشي ويا مدور، دايرين محاميه اي فايته 300 مليون. ولي اسما مع اكبر محامي، هو خلينا اكبر محامي هي ما تجيش 150 مليون، بصح عاونهم قال لهم خلصوا لي لي فري لي زامبو او ساي، قال لهم خدمتي انا الهضره تاعي ما غاديش نخلص عليها باش يكون على بالكم. نعطيكم الرسميه، انا اللي باي كذبني اللي انا نقول لكم شتا كاين. وغادي يكون فيها حاضر عنتر يحيى غدوه الخميس يقلع الباري، غدوه الخميس ان شاء الله عنتر يحيى يقلع الباري، يكون حاضر، يكون داخل فيها في الفيديو محامي تاع لامسيه، يكون داخل فيها محاميه اللي دايرينها وهي زوجة تاع ذاك وقيله كمال مصباح تاع لجنه الانضباط، ولا ما شتي لها هذيك الزوجه تاعو، هي ما تعرفش هذو القوانين تاع فرق اخرى منا وصالح هذو، ما مشي عارفه كاع ومشي عارفه، وما تعرفش تهضر فينك فرنسي، فينك ما تهضرش، ما تتقنش اللغه الفرنسيه مليح وما تفهمهاش باش يكون على بالكم، وما تعرفش قوانين في اللعبه. راجلها غادي يهدر في بلاصتها. انا نعطيكم منظرك سؤال، اش غادي يصراو نهار الخميس، نهار الجمعه اش غادي يصراو منظرك؟ راني نقول لكم نهار الجمعه اش كاين باش يكون على بالكم، حتى ما تنخلعوش، باش ما تنخلعوش. راني نقول لكم اش كاين، وراه كاين تسجيل عند الفيفا وسمعوا، غدوه نهار الجمعه غادي يهدروا 10 ايام من بعد. انا راني نقول لكم، راني نقول لكم منظرك، مازال الجمعه بصح احمد راه يقول لكم منظروا 10 ايام من بعد يخرج الحكم. راه كاين الفيديو تاع زتشي النهار اللي قال لهم من حقهم لي اسمه ما تلعبش، الفيديو راه في المحكمه تاع الطاس باش يكون على بالكم. راه كاين الفيديو تاع مدور النهار اللي اسمه ما بغاش تلعب، هو هدر في التلفازه الناس رفداته ورايح حطاته باش يكون على بالكم. شو الغلطات تاع المسؤولين كي دايرين، التفاهه تاع المسؤولين في كره القدم، التفاهه كي دايره تاع ما عندنا، ما احنا شكون اللي قال له تجيب هذه تاع ليبيا يروح ولا يقعد كيف تنتعد عنصريه، والفيفا ضد العنصريه، تحارب العنصريه. باش نقولها لكم شا كاين وشا مكاش، راني نقول لكم منظر وقت كاين. انا هنا في عين تابس، انا مواطن بسيط وراني نقول لكم شتا كاين. انا ماني محامي، ماني خدام في الفيفا، ماني خدام في الاتحاديه، مانيش قاري، بصح فاهم. راني نقول لكم شتا كاين برك. قضيه كيما هذه الفيفا، قضية كيما هذه الفيفا، روحوا عاودوا لا ريشيرش تاعكم. الفيفا عاقبت اتحادية في اوروبا، روحوا في 2000 الفيفا عاقبت اتحادية، ضربتها بانذار وقيلة ولا ما عرفتش ولا. والكلام تاع زتشي وتاع مدور قادرين يا جماعة، قادرين يا جماعة كلام تاع مدور وتاع زتشي شاهدروا، قادرين الفيفا، قادرين المحكمة تاع الطاس، المحكمة الدولية اللي ما تعترف تب واحد. وزيد
الفيديو الثاني اللي راه اللي هدرها هدرها كيسمو هدرها مدور شتا قال؟ قال غادي الطاس تاع الجزائر اللي يتحك اللي قاضبها السي مدور هو اللي يتحكم فيها، قال لهم على بالي باللي غادي الطاس تعطي الحق للامسيه وما تعطيش الحق لليسمع. المحامي هنا فينك غادي 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 المحامي غادي يجبد لهم هذا الفيديو فينك راه في المحكمه راهم شافوه يترجموه ويشوفوه باش ندخلها لكم مليح في لسانكم يترجموه ويشوفوه. خاطش مدور هذه ثلاث ايام اللي فاتت اللي قال لهم انا ما نهدرش الفرنسي وما نبغيش الفرنسي، مدور كان يخدم كان يخلص به بالعائله تاعو في فرنسا، كان داير مترافيكي كواعط ولا ماشي داير يخلص تاع تاع دوك تاع اللي يخلصوا الشماره، تا نهار اللي طلع دي بي تي فرنسا فاقت قلعتها له باش يكون على بالك، كان يخلص تاع الشماره ايو يجوا دروك يكرهوا فرنسا هما، هاو ما بيهدروش فرنسي، هو دروك لعبه ما يهدرش فرنسي بيطون ما يحضرش باش نقول باش يكون على بالكم بالتقنيه تاع الفيديو اللي غادي يهضروا نهار الجمعه. انا نقولها لكم ونعاود خاطر كاين بزاف اللي يخرجوا يقول لك منا واحد يعاير فيا يقول لي انت اغيول واحد يعاير عايروني كيما بغيتو بصح الشوبير راني عارف روحي شراني نهدر. هادو قادرين الفيفا تضربنا بعقوبه تطلقك بالبكبوش والعقوبه تخرج على 10 ايام. راني نقول لكم نهار الجمعه غادي يفوتوا في الشرع في المحكمه والعقوبه تخرج على 10 ايام، راهم عندهم لي بريف كلش. والرينيو اللي داره في ورقله الرينيو اللي داره في ورقله هشام باي عبود الهضره اللي هدرها الهضره اللي هدرها على بالكم الرينيو اللي داروه على بالك شقالوا له الفيفا على بالك شقالت له فانيك شقالت لزاتشي قالت له طلع عنا الفيديو ورينا بالكاميرا شكون اللي بايعوا شكون اللي ربدوا يديهم وشكون اللي سنياو وشكون اللي صادقوا. وهي مكاش مكاش كاع هودوا حطوا لاتاي ثلاث حبات تمر جوج حبات كاطو ايا وهضروا جمعوا ايا وغير مدان وخمسه ثلاثه تاع الناس وقيلا ولا بيناتهم ايا وقال لك صدقنا وصاي خرجنا بالقانون ولازم هذا القانون يندار باش يكون على بالكم. بطوله باك غادي ما تلعبش باش كاين امور بطوله باك ما تلعبش وراني عارف صوالح وخد اخرين بصح مشان طايقين نهضروا راني عارف صوالح وخد اخرين بصح مانيش نجم نهضرهم. كاين تحقيقات كبار كاين تحقيقات زاتشي دخلنا في نفق مظلم ام كاينين تحقيقات كبار وسمحوا لنا كاين شي صوالح كيما يقولك تحفظ. انا لا جزائري مواطن جزائري انا هذه القناه دايرها تاع الشعب نعطي المعلومه للشعب شتا كاين شمكاش راني نقول لكم شتا كاين نهار الجمعه شتا كاين دي فيديو بالصوره والصوت راهم عند فيديوهات تاع هشام باي عبود تاع مهدر على القانون زيد بمدور زوج تاع الفيديو تاعو تاع يهضر بالعنصريه قال لهم يجي ولا يروح عندنا ما نديرو بيهم احنا ما قلنا لهمش. وعندو الهضره اللي هدرها قال لهم كان على بالي باللي الطاس تاع الجزائر هنا الطاس المحكمه تاع كره القدم قال لهم كان على بالي باللي غادي تعاقب لي ياسمه راه عندهم والفيديو تاع زاتشي اللي قال لهم من الحق لي ياسمه ما تلعبش قال من حقهم ما يلعبوش. المحامي راني نقول لكم هنا داروا محاميه الزوجه تاع رئيس تاع لجنه المنازعات العقوبات وقيل هذا كمال مصباح الزوجه تاعو وما تعرفش القوانين وخالصه اكثر من اكبر افوكا في باري اللي قاضب لي زافير كاع تاع القوانين تاع اللعبه اللي قاضب كاع القوانين غادي يكون حاضر معاه يكون حاضر معاه شكون عنتر يحيى يكون حاضر معاه جزائري ما نذكروش ويكون حاضر هذا لابوكا وتكون اللجنه تاع المحكمه بالفيديو راني نقول لكم بالفيديو ويكون
زتشي يدلي بالشهاده تاعو، مدور يدلي بالشهاده تاعو، لافوكا ماشي هي مرا بصح ماشي هي غادي تهدر، غادي يهدر راجلها خاطر علاه داروا مرا ما تعرفش كاع الاخر، داروا مرا ما تعرفش القوانين، غادي يهدر راجلها بالقوانين، فاهم؟ قوانين هو ما عنده ما يكذب كلش محطوط. راني نقول لكم يا الزوج تاع لافوكا، راني نهدر معاك من دروك، ما تشقاش تكذب كلش راه محطوط. انا من حقي نهدر نقول لكم راني نعلم فيكم شتا كاين، خاطش عليه رايحين الا كذبت وخرجت على الهضره رايحين يعاقبوا الجزائر، ما يعاقبوكم انت كون عارف بلي المعلومه راهي عندي، لو كان يعاقبوكم غير نتوما والله ما نهدرها، خلي يدخل فيكم يخرجوا لكم من الفم. بصح شتايلا راني خايف على الجزائر، على المنتخب الوطني الجزائري، كو يعاقبوا البطوله والاتحاديه والله ما على بالي، والله ما نهدر عيا تربحوا قول، بصح راني خايف على المنتخب الوطني الجزائري، هذه اللي راني نهدر عليها. ما تشقاوش تكذبوا، عقلوا اش تهدرتوا، زتشي مدور، وانت يا اللي باي تهدر في بلاصه لافوكا، عرفوا روحكم اش تهدروا، ما تكذبوش، خاطش الا كذبتوا لي بريف راهم عند المحكمه. أم حا غادي يحط كلش قدامه الدوسيات، الملفات كاع راهم قدامه، الملفات كاع محطوطين قدامه، إلا كذبتوا الجزائر رايحة تتعاقب في كرة القدم. راني نقول لكم الجزائر كومبلي من الفريق الوطني وهود حتى آخر فريق في الجزائر غادي تتعاقب. وراني نقول لكم الجمعة يهضروا ومدة 10 أيام يخرجوا العقوبة. أيوا باش يكون على بالكم، هذه هي حقيقة راني نقول لكم فيها. ما كان لا لا ولا بليس، هذه اللي نقول لكم فيها. والله يجيب الخير، انا مانيش نخوف فيكم ولا حاجه، راني نقول لكم شتا كاين، قال كاين بزاف شت واحد يعاير فيا يقول لي اغيول واحد منا واحد، عايروني كيما بغيتو. وما شوبير بتليفون بصح شتا هي لا. مليح زومين، الاول هذا زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف. اللي تعطي له اللجنة الولائية تاع الاستثمار اللي رأسها يعني باش هكذا، ولكن نبينوا له الحقائق، الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في تيار زادشي يدي 1000 هكتار، لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في تيار زادشي يدي 1000 هكتار، زادشي يدي 1000 هكتار، زادشي يدي 1000 هكتار، زادشي يدي 1000 هكتار، يدي 1000 هكتار في الـ في الـ في الـ في الرشايقه في المنطقه اللي تتسمى الرشه وام الزبوج، الرشه وام الزبوج. الرشايقه هذه يعني راها الاولى وطنيا في انتاج البصل، والاولى وطنيا في انتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي. هاهم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي. فيه هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.